بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نقدم لكم استراتيجية الكرسي الساخن مع الطالب محمد العرفج ومجموعة صف ثاني باء. والآن مع السؤال الأول والطالب معاذ. ماذا شاهد عمر؟ شاهد عمر دخانا كثيفا. أحسنت. السؤال الثاني، تفضل يا ريان. ماذا طلبت الأم من عمر؟ طلبت الأم من عمر أن يتصل على الدفاع المدني. أحسنت. السؤال الثالث، الدفاع المدني. أحسنت يا ركان. ما رقم هاتف الدفاع المدني؟ رقم هاتف الدفاع المدني هو 998. أحسنت. السؤال الرابع، تفضل يا فيصل. من الذي أطفأ الحريقة؟ الذي أطفأ الحريق هو الدفاع المدني. أحسنت. السؤال الخامس، تفضل يا ماجد. لماذا شكر صاحب المنزل جاره عمر؟ لأنه اتصل على الدفاع المدني ليطفع الحريق. أحسنت يا بطل، وأحسنت مجموعة صف ثاني باء. بارك الله فيكم، ومع استراتيجية أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.